ريحاً شما بالعلم تجلت وتعلت فأفاضت خنقاً وإباء أسماء في المجد تسامت أهدت للتاريخ ضياء أسماء في التاريخ أسماء في التاريخ في القرن الثالث الهجري شيدت عمان نبوغ عدد كبير من العلماء كنتيجة لتمسك العمانيين بالدين الإسلامي واهتمامهم بالعلم الشرعي وحرصهم على نشر وتطبيق الأحكام والتشريعات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. أحد هؤلاء العلماء هو أبو جابر محمد بن جعفر الإزكوي من ولاية إزكي، من أشهر فقهاء عمان في القرن الثالث الهجري ومن المؤلفين المجيدين وصاحب أحد أشهر الكتب في الفقه عند العمانيين، وهو أحد المراجع المعتبرة فقهيا وسياسيا في عصره، وتولى الولاية والقضاء. العلامة أبي جابر محمد بن جعفر الإزكوي هو أحد علماء عمان المشهورين والمعدودين في عصرهم في القرن الثالث الهجري وفي عصر الأئمة الإمام المهنة بن جيفر والإمام السلط بن مالك الخروصي رحمهم الله. العلامة محمد بن جعفر الإزكوي هو من علماء القرن الثالث الهجري، وهو من مدينة إزكي، وقد كانت إزكي هي مركز الإشعاع العلمي السابق على مدينة نزوى حتى القرن الرابع الهجري، ذلك لكثرة العلماء الذين وجدوا في مدينة إزكي. كتاب الجامع المشهور باسم جامع ابن جعفر أشهر مؤلفات ابن جعفر على الإطلاق، التي أغنى بها المكتبة العمانية والإسلامية، وهو كتاب في أصول الشريعة وفروعها يقع في ثلاث قطع كبار في الأديان والأحكام والدماء، وقد قامت وزارة التراث والثقافة بطباعته. يعد الإمام محمد بن جعفر أقدم وأحد مؤلفي الكتب أو الجوامع التي عرفت في عمان باسم الجوامع. التأليفات في عمان سابقا كانت تعرف باسم جامع، فله جامع ابن جعفر، وأسرة الشيخ أبي جابر محمد بن جعفر أسرة علمية، فأبوه جعفر بن محمد كان عالما، وأخوه سعيد بن جعفر كان كذلك، وولده الأزهر بن محمد كان أيضا من العلماء المعدودين في عصرهم. للعلامة محمد بن جعفر الأزكوي عدة تآليف أو مؤلفات، منها كتاب الجامع، وهو من أشهر كتب العلامة محمد بن جعفر الأزكوي. يعد جامع ابن جعفر من الكتب المشهورة في عمان، وهو من أجلها وأنفعها، ويسمونه قرآن الأثر لسلاسته وحسن أسلوبه، وقد أضيفت إليه زيادات وحواشٍ اختلطت بالأصل، أشهرها زيادات أبي الحواري محمد بن الحواري، وقد ظل الكتاب محل عناية العلماء بعد ذلك، فتناولوه شرحاً وتعقيباً ونظماً وتلخيصاً. فقام أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة بشرح باب الطهارات منه، وقام أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي بتعقب مسائله، وقام الشاعر الكبير ابن النضر بنظمه شعرا في كتابه الدعائم، واشتغل السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي باختصاره في كتاب سماه تهذيب الأثر في تلخيص جامع الشيخ محمد بن جعفر. من أشهر مؤلفات ابن جعفر كتابه المعروف جامع ابن جعفر، هذا الكتاب الذي عد قديما من أشهر وأقدم الكتب التي أرلفت في الفقه، وعليه كان الاعتماد حتى عرف بقرآن الأثر، ذلك لسلاسته وحسن صياغته. كتاب جامع ابن جعفر تم الاعتناء به من قبل عدد
من الفقهاء العمانيين. عرف هذا الكتاب بقرآن الأثر، أي مجموع الأثر، فالقرآن أو القرء هو الشيء المجموع، لذلك يعرف إذا ما ذكر في كتب فقهاء أهل عمان قرآن الأثر فإنه لا يعني إلا جامع ابن جعفر. يقوم ابن جعفر في كتابه بعرض المسائل وإيراد مختلف أقوال السلف، ثم يختار من بينها ما يراه أكثر صوابا ولمزاياه العظيمة، فقد صار مقبولا بين الناس. العلامة ابن جعفر ينتمي إلى أسرة علمية، فابنه الأزهر كان من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، وأخوه سعيد بن جعفر أيضا كان من الفقهاء الراسخين في الفقه وعلم الشريعة، بل كان والد العلامة محمد بن جعفر كان أيضا ممن يعدون من العلماء المشاهير. عالم محقق، فقيه بالأحكام، عارف واسع الاطلاع والمعرفة، دقيق النظر في المسائل، ابن جعفر كان ممحصا للأقوال، مميزا السليم من غيره، يوازن بين الآراء ليختار منها ما يراه أكثر صوابا، وهو في فقهه يختار الأوسع على الناس، فالفقيه من أفتى الناس بما يسعهم من أمور دينهم، وليس الفقيه من حمل الناس على فضل ورعيه. نلاحظ أن العلامة ابن جعفر كان أصم، وعاصره العلامة أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي، وكان الصلت بن خميس أعمى، وهذا يعني أن الإعاقة ليس معناها أن الإنسان لا يستطيع أن ينتج، بل قد ينتج الأعمى والأصم والأعرج أكثر مما ينتجه الأصحاء. يعد ابن جعفر من أشهر فقهاء زمانه، وممن يرجع إليهم في المهمات من الأمور، وتولى للإمام الصلت بن مالك على صحار، وكان ثالث ثلاثة دار عليهم أمر أهل عمان في زمن واحد، أعمى وأعرج وأصم، فالأعمى هو أبو المؤثر الصلت بن خميس، والأعرج هو نبهان بن عثمان، والأصم هو أبو جابر محمد بن جعفر. كان ابن جعفر حريصا على توحيد الشمل واجتماع الصف ونبذ الفرقة والشقاق. عرف ابن جعفر طبعا بزهده وورعه، حتى كانت الفتنة الكبرى ثم صارت بينه وبين العلامة ابن المؤثر محادثات وربما مناظرات كثيرة حول هذا الموضوع، والذي أدى فيما بعد إلى اقتسام أهل عمان إلى مدرستين عرفتا في التاريخ العماني بالنجوانية والرستاقية، وربما المدرسة الإزكوية التي كانت يقودها الفضل بن الحواري وموسى بن موسى ومحمد بن جعفر، ربما انتهى دورها بانتهاء تلك الحقبة من فترة الإمام الصلت بن مالك. بعد حياة حافلة بالنشاط العلمي والاجتهاد في تعليم الناس وإرشادهم، توفي ابن جعفر في آخر القرن الثالث الهجري، فرحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أسمى في التاريخ، أسمى في التاريخ، أسماء من نور كتبت تتجلى في كل سماء، سطرت التاريخ وأعلت لعمان صروحا شما، بالعلم تجلت وتعلت فأفاضت خنقا وإباء، أسماء في المجد تسامت أهدت للتاريخ
في ضياء أسمى في التاريخ أسمى